مسيح ابن ماجي، انا اسمي سيفان، بشتغل بالاوتيل بالغرف بالتنظيفات. عندي رجال ما بيشتغل، مريض، عندي ضمان اجتماعي، اذا فتت على المستشفى بيدفعوا شوي. هيداك الشهر صار معي عارض، انقطع الاكسجين من جسمي وتعبر وياي مي، قالوني على المستشفى بالامبولانس، فضوا لي المي من جسمي وهيك، قالوا لي اجباري تعمليني. طلع معي 3 شرايين ناشفين بدهم تغيير، بدك عملية قلب المفتوح. أول شيء الأمانة العامة أعطتني 350 دولار، وثاني شيء الكاريتاس لبنان ساعدني ب 500 دولار، وثالث شيء السيستاني ساعدني ب 150 دولار، والضمان 3000 دولار. يعني هلا بضلنا أصلي بحدود 3000 دولار. عملت عندهم تخطيط قلب تبعت الشرايين، طلع عندهم أربع شريان بده تعمل. بقوة الرب يسوع وقوتك أنت أعمل العملية، أرجع أوقف على إجري، لأنه أنا معين عائلة، وإذا ما اشتغلت ما بنقدر نعيش. الحلقة عم نكتشف قديش هالجمعيات والمنظمات عم يشتغلوا بطريقة غريبة. حدا بدها 10,000 دولار، انت كجمعية سيستاني او امانة عامة او كاريتاس لما بتعطيها 500 دولار و100 دولار و200 دولار، انت زليتها اخدتها وجبتها وتقدم لك ثبوتيات تقريبا على الفاضي. شكرا ربي يدفعه من 10,000 دولار، لما عرفت عمليتي 10,000 دولار، دولار واحد ما كان معي. بقوة يسوع المسيح وامنا ماجي حققت انه بدي اعمل عمليتي، وانا كثير مبسوط، ما متوقع اني اعمل عمليه. عن جد انت كثير بوير، دقيت الطائفه طبعا، ايه ما حدا ولا قلت. قبل المسيح عنا نحن وصلنا على المشفى عم نحس بقيمه 3000 دولار لعمليه سيفان، رح تكون العمليه كامله بقيمه 10,000 دولار. سلام المسيح عنا ماجي، ميرسي كثير لك وللرب يسوع اللي ساعدتوني لاقدر اعمل العمليه. تفضل. بشكرك يا ربي يسوع المسيح، كيف ما كنت معي وساعدتني بدي منك هلا كمان انت تكون حدي وقويني لارجع قوم على اجري وارجع اتعلم الصلاة من اول وجديد واعرف صلي، لانه كنت عم صلي بس بحس انه كله كان غلط بغلط. بشكرك يا رب يسوع، انت طبيبي، انت ساعدتني. حالي صابي وموجوع وعيونك مليانة دموع. انا بس احضر بحلقات امنا ماجي، ما يعني ما بقاوت ولا حلقه، بحس نفسيتي بترتاح وبحس حالي كنت انا ماشيه على طريق غلط، وفعلا بتأثر هلا بصير ابكي انه كنت كل صلاتي كانوا غلط بغلط. بس عن جد بشكر الرب يسوع انه انا يعني طريقي صار نور. بتشكر امي خزام انه ما تركتني، ساعدتني، ضلت حدي وعطتني قوة، وما منها هي فعلا انا ما قدرت عملت العملية. 3000 دولار منه المبلغ انه صغير، مبلغ كبير. فزرتموه